السرعة واحدة من أهم أسباب الحوادث في مصر، وعشان نمنع الكارثة حطينا خطة دفاعية من خلال تركيب أحدث أنواع الرادارات واللي بيحسب متوسط سرعتك خلال الرحلة اللي بتقوم بيها. ده غير الرادارات الموجودة في الدرجات النارية وسيارات الشرطة. وبالإجراءات دي ساهمنا في تقليل نسبة الحوادث في السنوات الأخيرة، عشان سلامتك تهمنا وحياتك أغلى شيء عندنا.